أنا خلاص تابع علي يا ربنا. علاجك ده أنت مش بتحمي نفسك بس بيه، أنت كمان بتحمي بيه حبيبتك اللي نفسك تتجوزها. مش أنت نفسك تتجوزها برضو يا شادي؟ أكيد. ومالك مكسوف كده ليه؟ الحب ما بيكسفش، الحب بيخليك سو سترونج وعندك انرجي وباور، وبتبقى نفسك تقول للعالم كله ان انت بتحب، مش كده؟ كده يا دكتور، بس انا مش فاهم هما هحميها ازاي من الترامادول، هو بيأثر عليها كمان؟ اكيد لما تتجوزه هيبقى نفسك تخلف منها، البيبي ده ممكن والسموم دي كلها في جسمك يا اما يطلع مشوه او لا قدر الله يموت. يموت؟ الدرجه دي الترامادول بيعمل كل ده؟ بس احنا خلاص يا شادي نضفنا جسمنا من كل السموم دي، وانت وعدتني انك استحاله ترجع لها تاني، صح؟ صح. You promised. صباح الخير. اهلا بالقمر. بص بقى انا جبت لك كل الكتب اهو عشان ما يبقالكش حجه، هتذاكر وهتستعد مش هيفوتك اي حاجه خالص، وهتطلع من هنا وانت زي الفل. برافو عليك يا مريم، وانا كمان محضره لك مفاجاه جامده جدا. ايه هي؟ رامي ويحيى خفوا جايين هما كمان يسلموا عليك. رامي، يحيى، شادي. رامي، شادي، يحيى. الحمد لله على السلامه. عامل ايه يا شباب؟ وحشني. ازيك يا يحيى؟ احنا لازم نرجع نذاكر تاني يا معلم. لازم. يلا يا شادي ما عندناش وقت. يلا بينا. اتفضل. انت خدت الكتاب ده؟ اه معايا في البيت. ده انا اول مره اشوفه. هنذاكر. التلفزيون بوظ دماغ الخلق، كله بتاع كلام، كله كلام وبس. عيش الذبابه، واحنا شعب نموت في الكلام. اه الناس دي لو بتحب البلد بجد يمشي ورا دماغي. ازاي يا معلم؟ اقول لك ازاي. هما مش بيقولوا السياحه مضروبه؟ اه السياحه مضروبه ليه؟ ليه؟ عشان السايح من دول ورا مزاجه يمشي ورا مزاجه. فاحنا لو جينا عملنا كام مدينه على كام بلد جوه مصر زي شرم الشيخ، اسوان، البلاد السياحيه دي عملنا فيها الحشيش رسمي. يعني السائح يقف قدام الكشك يشتري سجارته، يشتري قرش حشيشه، يشتري بفرته. اه بس جوه المدن دي بس مش سبهلاله، يعني اللي يتمسك بره البلاد دي بحشيش ربنا يتولاه. واللي يفلت يبقى حلو. الغرض ان نتفرج بقى على السياحه اللي هتجيلك، سياحه خارجيه عشان يدوقوا حشيشنا، وسياحه داخليه عشان عارفينه. اتفرج بقى ساعتها الدولار هيبقى ب 75 ساخ. ده غير الضرايب اللي هتدفع للبلد، حق البلد. الله عليك يا فندينا، اللي بالحق صحيح. هو الخال فين؟ موجود. يعني الكلام اللي بنسمعه دول في الكليتش؟ كلام ايه يا معلم؟ الكلام اللي عم بيتقال في السوق انكوا اختلفتوا. لحد هنا وفرماله يا معلمين. يا زبابه. ايوه يا فندينا. هو مرن. الله، انت زعلت ولا ايه يا فندينا؟ يحط مناخيره وسط العيله دي يتفرم. الخال يعني يا فندينا، وافندينا يعني الخال، والعيله لو واخذه كده منفذه على بعضها، والعزوه صلبه الظهر. وانتوا عارفين مفرقه لحد فين؟ احنا بنطمن يا معلم. كان غرضنا. مفيش غرضنا. الكلام جاب اخره يا معلمين. ايوه يا فندينا، بس احنا لسه ما اتفقناش على المصلحه. مفيش اتفاق. وكل واحد هياخد اللي يترمي له ويشتغل بيه. الكلام معايا على الكيف. يا زوز. اؤمر يا فندينا. وصل الرجاله. يظهر الدخان توالهم. اتفضلوا رجاله. للشم هو بره مع الخضره. انت ذبابه. يدوم الواجب يا معلم. واجبك واصل يا ابوي. اجلي دورها يا جمعه. هنعيده تاني يا براء. هو ايه ده اللي احنا هنعيده يا مطر؟ شغل السين والجيم والاسئله الكتير. هو ايه؟ مش ربنا بقى كان تابع علينا ولا ايه؟ هو انا مش جوزك؟ هو انت مش على ذمتي؟ هو انا مش من حق اعرف كل كبيره وصغيره عنك؟ مش بالتحقيق والصوت العالي يا روح مطر. هو انا مطر لما اسالك رايحه فين وجايه منين؟ ابقى انا كده بحقق معاكي؟ وبعدين لسه ما عليتش الصوت. يعني كمان لسه هتعلي صوتك؟ يوه، ما انت لو كنت جاوبت من الاول كنا خلصنا. افهم بقى، شك ده يعني ولا غيره؟ يعني ايه؟ يعني لو شك مش هرد عليك. نعم. تقدر تخلي واحد من البغال اللي انت مشغله يراقبني في الراحه والجاي ويقولك انا بروح فين وباجي منين. مطره، بقول لك ايه؟ ما
ما تخلينيش. انما بقى لو كانت غيرها هاخدك من ايدك كده وهديك هدف. دولاب؟ وايه داخل الدولاب بالكلام اللي احنا بنتكلمه ده؟ ما تبقاش عصبي بقى وحمالي كده، اصبر شويه. ايه هو؟ اصل انا حبيبي فكرت لقيت ان احنا من يوم ما اتجوزنا ما دلعتكش ولا عملت لك اي حاجه تحبها، فكل يوم كنت انزل الف وادور عشان اجيب لك حاجه تبسطك. ايه رايك بقى يا روحي؟ وانت تعرفي برضه يا مطره ان براء النوح يلبس اللون ده؟ وانت اللي هتلبسه يا حمار. امسك. دي رمانة، احنا مش هنخلص من الحدوته دي. راجل سعادتك بتاع الاخضر قالب الدنيا عليها ومش عاجباه ولا نمره، هيموت عليها سعادتك. طب والبنت اللي معاها راحت فين؟ فص ملح وداب، ملهاش ولا اثر، وقافله تليفونها سعادتك. حمل على بوسي. بوسي سعادتك مستحمل اكتر من طاقتها، عامله زي السد العالي، لو حملنا عليها اكتر من كده هينهار ومش هنلاقي ولا نقطه ميه. والراجل سعادتك مليان دولارات خضراء لازم نحافظ عليه. استاذن معاليك بوسي السد. ارد؟ لا، خلي السكرتيره ترد. الو يا بوسي. يا روح. ايه؟ طب اهدي بس. الله 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 الله، الله يخرب بيتك ويخرب بيت اللي يعرفك. انا هتصرف. فيلم ايه سحنتك اتقلبت ليه؟ سعادتك الحكومه عكشت البت بوسي هي والبنات اللي معاها، يكونش ماشيين في الحرام. سعادتك يخص على الحكومه، هم مش عارفين هي شغاله مع مين. خميس؟ ايه؟ نايم بدري ليه؟ عندك مدرسة الصبح. اتفضل اتفضل اتفضل، ايه المفاجآت الحلوة دي؟ مفيش، لقيتك ما بتسألش، قلت اسأل انا. اصيل اصيل، اصل انا بس غصب عني متكحرط في حوارات كده يعني. حواراتك كترت قوي يا متر. حوارات ايه؟ القضايا اللي انت شاغل روحك بيها وحوارات اياها دي، والكلام كله بتاخد منه ملايين، وسايب شغلنا احنا اللي بملايين. اه انت عارف يعني ايه مصل حاجات كده يعني. ما انت بالك يا متر، مش على بعضك ليه؟ ليه مش على بعضي؟ ما انا من بعض فوق بعض اهو. 5 في عين اللي يشوفك ولا يصليش على حضرة النبي. ما صدقتش روحي لما البنات قالوا لي ان انت هنا. الهلال طلع والرؤيه بانت وافنجينا رجل عشه القديم. بقول لك ايه، المره دي الغيبه طولت قوي يا كبير. ما احنا بقى عايزين نجيب بقيه البنات كده وندلعها افنجينا النهارده. يلا عينيا. لا 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 لا، كله بأوانه يا ام سامي. الرجل الدب مطرح ما المزاج يا حاج. طيب الليله دي انا مزنوق في بدران. انت اتغيرت قوي يا فنجيل. بص عليك يا بنت، اتغيرت. الله يخرب بيتك، عايز الراجل في شغل. بقول لك ايه، انت يا اخويا تخلي الباب موارب. يمكن تتزنق في مسامية. يتوب علينا ربنا. والنبي عسل. يلا يلا يا ولا سيب الاخرى هتتخلع في ايدك. امشي يا بنت يلا تروضي القعده. بتقوله سيب الأكرة. ما هو غاوي أكر. لا أختي ما خدش أكرة الشهر ده. طبعا هتوس وش بشوية ميه عشان أفوق. سمعت حاجة على اللي حصل من خالة بدران؟ وطبعا أنت شربت الكلمتين وبلعت الكام قميص نوم. ايه اللي انت بتقوله ده يا معلم؟ ايه اللي انت بتقوله يا حمار؟ جرايه يا حاج في ايه؟ حد يسمعنا عيب، احنا مش في البيت برضه. ومسنم ايه دي يا دي اللي بتخرج لها كل يوم والتاني؟ مراتك متغيره، شوفها مالها؟ جرايه يا حاج في ايه؟ انت هتسيحلي ولا ايه؟ شغلتنا دي لما تحس بحاجه غريبه لازم تعصرها، تحلبها لغايه ما تجيب البطنها. بصراحه
الصراحة يا معلم أنا شايف إنك مكبر الموضوع حبتين. الصراحة بقى أنا اللي شايف إنك مكبر دماغك حبتين وتلاتة لحد ما هتلبسنا في حيطة. يا واد اتعلم، اتعلم بقى. أنا لو عملت زيك كده كان زمان سوريا دي سلمتنا للحكومة تسليم أهالي. شفت؟ شفت الفال المنيل؟ شفت؟ إنما أنا لما حسيت منها بحاجة غريبة اتدبقتها لحد ما هرشت وسخت أمها. استعملتها لصالحنا. وأنت برضه حاج هتجيب مطرة زي سوريا؟ الاتنين نسوان لدغتهم والقبر. الله يرحمك يا غريب يا ابني. معقول المعلم ابو سنه يعمل كده؟ والسوق كمان بيلسن بكلام مش عاجبني. عشان كده سالتني سمعت حاجه ولا لا؟ قلت يمكن وصلك انت كمان حاجه. وحصل لي منين؟ وانت ناوي عليا يا فندم؟ مش عارف يا ابو دران. عقلي هيشت. ده الخيل. والست ضوي شايفه ايه؟ هم انا عارفها كويس. اللي هيدوس لها على خيالها تفرمه حتى لو كان اخوها. هو مين اللي وصل لك المعلم ابو سنه راح للمعلم نوح؟ من امتى بتسال في اللي بالكش فيها يا متر؟ لا انا بس كنت عايزه. وبعدين مش يمكن اللي قال لك كذاب؟ لو كان كذاب كنت عرفت. واضح ان الحكايه مقدرك على الاخر. مش حكايه الخيل بس اللي مقدراني. في حاجه تانيه؟ خير. مالا ليه مالا؟ يا رب تكون بخير يا رب. وشرف يا نجمة. ما حد قال لي انا عينيا الاتنين ما سلموش على بعض ولا داقوا طعم النوم من ساعة ما عرفت الخبر اليقين. اقول لك على حاجة يا نجمة، انا لو اعرف بالخبر ده من بدري انا كنت جيت حتى قبل ما تخش المستشفى. لا طالما حلفت بشرفك يبقى صدقك. الف حمد لله على السلامة والف مليون مبروك لنجمة الجيل والقرن. لا 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 أقول لك على حاجة، أنت محسودة. لا 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 محسودة، ولازم تترقي ولازم يتعمل لك زار، ومش زار مصري كمان، زار يوناني زي اللي اتعمل في فيلم زوربا. أنت عرفت منين إن أنا هنا؟ ماي هارت. ماي هارت فط قدامي الصبح بدري وسألته سؤال، وير يو جو؟ قال لي أي جو في الرمانة. أزعل ماي هارت؟ أقول لك على حاجة يا نجمة، اللي بيتكلم قصادك ده مش المالت بيضون، ده الهارت بيضون. ما تأثر، أنا مش مستحملة. شكلك عايز حاجة، قول وخلص. البنت دي سألت لي. قالت لك إيه؟ إيه مالك اتخضيتي كده ليه يا نجمة؟ قالت لي إن أنت هتخرجي الصبح بدري. آه وده يهمك في إيه إن شاء الله؟ ما يهمنيش، ما يهمنيش إزاي يا نجمة؟ أنت مش عارفة قيمتك وغلاوتك عند الجماهير العريضة؟ الجماهير العريضة في الوطن العربي بتهتف باسمك وبتهتف حوالين المستشفى وبتقول الشعب يريد رمانة من جديد. ما تدرش الكلمتين وتخلص، جرى إيه؟ أنا مش مستحملة، إحنا في مستشفى. الزبون سقع ومتشفي وجاهز على الشوي وجاي من بره وحسابه في البنوك بره ملوش سقف، حاجة كده.